فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر الله علاج للنسيان ومذهب له، ولذلك من علاج النسيان أن تكثر من ذكر الله وأن تكثر من قراءة القرآن. من كان يشتكي من كثرة النسيان فعليه أن يكثر من ذكر الله وأن يكثر من تلاوة القرآن، فإن هذا يجلو الذهن ويطرد النسيان. وذلك من الحكمة الشرعية يا إخوة أنه شرع للمأموم إذا سهى الإمام أن يقول سبحان الله، شرع للمأموم إذا سهى الإمام أن يقول سبحان الله. لماذا شرع هذا القول بعينه؟ لأن سبحان الله من أعلى الذكر ومن أشرف الذكر، فقد يكون ذلك سببا لتذكر الإمام. يعني بقول المأموم سبحان الله ينبه الإمام أنه سهى، وهذا الذكر قد يكون سببا لأن يتنبه الإمام لما سهى عنه بعينه، لأن ذكر الله مذهب للنسيان. قال تعالى كما سمعنا: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.